مساء الخير. سعد مساك سارة. كيفكن؟ ماشي الحال؟ تمام؟ أخبرينا شو؟ الكنة الجميلة ولسانها القبيح كيف؟ ليكي شو؟ حقلك يا من الآخر. من كم يوم عملنا حلقة عن الحما الشريرة ولعت على السوشيال ميديا، فزعلوا الحموات وقالوا مش كل الحموات هيك ومش دايما الحما والكنة بيكونوا مختلفين، فقلنا لازم هلأ نعمل القصف على الجبهة الثانية، لازم هلأ نحكي على الكناين ونشوف بعدين هي الوحدة بتقرب بدها تكون هيك حما ولا بدها تكون هيك كنة. فهلأ اليوم الحكي على الكناين. كان يا ما كان بقديم الزمان، كان في شاب وحيد عند أهله، مربينه برموش العين ومكبرينه، فالأم كمان أصرت بدها تجوز ابنها، راحت فتشت له برمت له لحتى لقت له بنت أهلها محترمين والبنت حلوة كتير كتير، فصار الزواج وإجت على البيت. والعادات القديمة إنه كان الولد لما بيتزوج بيسكن مع أهله خاصة إذا كان وحيد، بس هالحما والعم كانوا دواء، كانوا بلسم، كانوا مثل المي، مثل النسيم والهوى، ما كانوا أبداً يزعجوا ابنهم أو كنتهم. أول أسبوع، تاني أسبوع هالكنة على راحتها، ما بتظهر من غرفتها، بتنام لبعد الظهر، منا مسؤولة عن شي، أكلها بيوصل على الباب. على هالمنوال لنهار قالت الحما جايبين مشوي شوى لحمة مشوية، خلينا هيك كلنا نتغدى سوا. فقامت دقت على الباب على الكنة بلطف، يا بنتي يا حبيبتي تطلعي بتساعديني لحتى نحضر هالغدا سوا ونتغدى سوا. ما قامت، دقت مرة تانية إلا فتحت الباب الكنة بعدها غفلانة، الدنيا صارت تنتين بعد الظهر وبعدها نايمة ومزعوجة إنه فيقوها من النوم، وقالت لحماتها ما بتخلوا حدا ينام. قالت لها خير إيش بك شي؟ قالت لها كنت عم شوف منام، منام ما خلاني نام. قالت لها شو المنام؟ خير إن شاء الله يا بنتي، احكيلي فضفضيلي، عم تتقرب منا الحما يا حرام. بتقوم بتقلا لحماتها كنت شايفتك بالمنام دبة طالعة من القبة وأربعة حاملينك أخدينك على التربة. على هالسان الحما بهيد اللحظة اللي كانت عم تضحك وهكلاني هم كنتها صفرت اخضرت، ما عرفت شو بدها تحكي، بس لأنها محترمة ما ردت على كنتها، بس الغصة بقلبها. راحت فاتت لجوا، إجا العم قال لها قلتي لها لكنتنا الحلوة تجي تاكل معنا؟ قالت له لا لا شو بدك فيها، تركها مرتاحة بغرفتها. قال لها لا يا عمي، بعد ولا مرة أكلت معنا، لازم إنه نناديلها وتقعد معنا، نحن منحبها كتير. قالت له يا عمي شو بدك بهالشغلة؟ قال لها لا. راح دق على الباب كمان، بدي جرب حظه، يا ريته ما جرب. راح دق على الباب دقة خفيفة، يا كنتنا يا بنتي تفضلي تغدي معنا. فتحت الباب وعم تتاوب، اف ما بتخلوا حدا ينام. قال لها خير يا بنتي ايش بك شي؟ قالت له كنت عم شوف منام ولا ابشع، احكي لي يا بنتي شو شفتي؟ قالت له كنت شايفتك شرير، كنت شايفتك شرير معلق بالجنزير وأربعة شايلينك على البيت الصغير. اف على هاللسان الصليط اف. رجع والغصة بقلبه، والرجال بعد قدرته إنه يتحمل على هيدا الموضوع أقل من قدرة المرأة، ما قدر. راح لعند مرته وجهه أحمر معصب متضايق مخنوق. قالت له شو بك؟ قالت لي شرير وجنزير وحاملينك على البيت الصغير. قالت له ما لقالي، قالت لي دبة وقبة وحاملينك على التربة. قال لا الموضوع ما بينسكت عنه. قالت له طول بالك بدناش نخرب بيت ابننا، شوف هالحما والعم ما أحلاهم. بالليل إجا الابن
جابوا له هالاكل وحطوا له اياه، بس هو عم يتطلع بوجه امه وبي وشايفهم زعلانين وحزنانين كثير كثير. ما في اصعب من هيدا الموقف قدام البي والام، انهم يحسوا حالهم انخذلوا من حدا كانوا بحبوه مثل بنتهم وبيعاملوه مثل بنتهم. قال لهم شو اشبكم؟ حكوا له القصه. الابن ما قدر يتحمل الموضوع، بس كان ولد حكيم، قال اتركوا الموضوع علي. فات على الغرفة قال لمرته جهزي حالك بدنا نروح نسهر عند أهلك. حست هي بالموضوع في شيء مش مزبوط، قالت له لا 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 تعبانة تعبانة ما قادرة أتحرك اليوم، ما قادرة أقوم أبدا، كتير اشتغلت وكتير تعبت. قال لا لازم نروح لعند أهلك وناخد لهم معنا شوية شوي من اللي شويناه هون، ولو معقول ناكل لوحدنا. على مضض قامت وراحت معه، ولما وصلت عند بيت أهلها حكي وسوالف وعم بيضحكوا ولا مبين كأنه في شيء. لحتى اللحظة المناسبة قام الابن قال لبي للبنت، قال له والله اليوم كنت عند رفيقي وحكالي حكاية حابب خبركم إياها وتعطوني رأيكم شو بدي أعمل. قال شو القصة؟ قال مجوز وحدة قالت لبيا شرير وجنازير وحكالهم، ولأمها دبة وقبة والتربة وبتضلها نايمة كل نهار بالبيت وما بتشتغل ما بتساعد ما بتخلي حدا يفوت على الغرفة ولا بتحكي مع حدا. أقولكن شو لازم يعمل رفيقي بهيك مرة؟ البي قال له شو هيدا؟ أنا لو كانت بنتي طلقة، لو كانت كنت بطلقة، لو كانت بنت بطلقة. والأم تقول الحمد لله الحمد لله بناتي، مش هيك مربيتهم أحلى ترباية، الحمد لله بناتي، ما حدا منه بيتصرف هيك مع بيت حماه. قال له بتعرف رح قله لرفيقي ينفذ اللي انت قلته، عن جد لازم يطلقها. البنت هون ما قادرة تفتح تمها بولا كلمة، يا أرض انشقي وبلعيني. وقال له لأنك نصحتني إنه لازم يطلقها فأنا رح طلق بنتك. قال له شو؟ كيف؟ قال له هالحكاية عن بنتك، البنت صارت تبكي ودخيلك سامحني. قال له هيدا الغلط ولا ممكن إنه يتصلح، لأنه للسانه صليط ولسانه ما عنده احترام للأكبر منه، لو مرق الدهر كله عليه ولا ممكن إنه ينصلح، بيضلوا أعوج. وطلع فيها وقال قال كنت شايفك أميرة، بتضل إياها، كنت شايفك أميرة حلوة وقديرة، بس بسبب لسانك شايفك أنتوا عبوا الفراغ مثل ما بدكم. عبوا الفراغ مثل ما بدكم. يعني سارة معنا شعرة ومعنا مغنية ومعكم أنا البسكينة، فأنا ناطرة من الشعر يا عبي. حيرة عافية. والكلمة الطيبة ما في أحلى منها سارة، واللي بتكسبه بالكلمة الطيبة ما بتكسبه ولا بطريقة، واللي بتعامل بيت عمها وحماها مثل أهلها تكسب لآخر العمر. سلم لسانك وسلم.